نحن سعيدون بتنظيم هذا المنتدى الأول لإدارة السجون وإعادة الإدماج الإفريقي اللي جمع على الأقل 34 دولة إفريقية اللي حضر فيه، والأهم فيه هو أولا تبادل التجارب، والمغرب عنده واحد تجربة مهمة جدا فيما يخص إدارة السجون وإعادة الإدماج، وخصوصا مع جميع التطورات اللي عرفها المغرب لتكييف هذه المنظومة مع مبادئ حقوق الإنسان، مع احترام السجين، وبالخصوص بعد إنشاء مؤسسة محمد السادس لإعادة الإدماج اللي كتهتم باش السجناء من بعد قضائهم فترة سجنهم يمكن يدمجوا في الحياة العملية وفي الحياة الاجتماعية وفي المجتمع بطريقة سلسة وبطريقة جيدة. وهذه من بين الجهود اللي كيقوم بها المغرب لإعطاء واحد وهج لعلاقاته الإفريقية، وأيضا للتعاون مع مختلف الدول الإفريقية، وباش يكون هذا التعاون يرقى إلى مستوى يعني الدفاع الإنسان الإفريقي على جميع المستويات، وخصوصا على مستوى أنسنة مختلف الخدمات اللي كتقدم المواطن. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.